صارت نفس الشيء، هم الموضوع حله. سؤال ثاني مو موجود حله، لهذا راح اشرح الحل مالته واشوفكم الحل مالته. اول شيء اقرا السؤال، يقول اف الاف تي از بريودك، يقول هي بريودك. البريودك مالتها من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، مطين الاف تي ايش قد؟ مطين الاف تي 2 تي. يريد شنو؟ يريد الراشيو، يريد الراشيو مال 33 هارمونيك اوف توتال افريج باور اوف ذا سيجنال. اول شغله نسويها نحدد الفتره مال السؤال، الفتره من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، هاي الاولى. من هاي الفتره لحد هاي الفتره يصير بريودك، فلهذا اذا نطرح الكبيره من الصغير راح يطلع لنا تي يساوي تاو. لما نطلع التي وعدنا الفتره وعدنا الاف تي، نقدر نطلع البي توتال. البي توتال شو يساوي؟ البي توتال يساوي واحد، هاي واحد، واحد على تي تكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2 اف تي تربيع دي تي. هنا أنا قبل ما أحل البي تي الباور توتال، الأوميجا تساوي 2 باي على تي، التي تساوي تاو، فالأوميجا تساوي 2 باي على تاو. الباور توتال يساوي 1 على تاو تكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2 4 تي تربيع، هي 2 تي، فنربحها حصل 4 تي تربيع. فترة التكامل نقدر نخليها من الصفر لحد التاو على 2 ونضرب التكامل في 2، تكامل بسيط مال 4 تي تربيع، نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد ونعوض، راح يطلع لنا بالأخير تاو تربيع على 3. هسه عندنا السين، السين شلون نطلعها؟ السين تساوي 1 على تي تكامل من صفر إلى تي اف تي اي أس سالب جي ان أوميجا نوت تي دي تي. التي هي واحد على التي هي تاو، التكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، الاف تي هي 2 تي، وعندنا الاي. هاي هنا انا كنا قصدي تي السي ان شو تساوي؟ قلنا تساوي 1 على تاو. هنا هاي سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، ما نقدر نخليها من الصفر لحد تاو على 2 ونضرب التكامل في 2، هاي هنا غلط لان هاي مو ايفن، لان عندنا الاي اس جي ان اوميجا نوت تي موجوده، فلهذا ما نقدر نضربها في 2. عندنا بعد شنو؟ عندنا هنا السي ان، السي ان شلون راح نطلعها؟ هنا التكامل مال 2 تي مضروبه ب اي جي ان اوميجا نوت تي ينحل باليو دي في، هاي 2 تي نشتقها لحد الصفر راح يصير 2 نفس الصفر. الاي جي ان اوميجا نوت تي، الجي ان اوميجا نوت تي نكاملها، نكاملها تكامل لحد ما يوصل لحد مال الصفر مال تي، نكاملها تكاملين، نضرب الاثنين تي بالتكامل الاول ونضرب الثنين بالسالب مال التكامل الثاني، طلع عندنا السي ان هذا. ولا ما طلع عندنا السي ان، نعوض مره تاو على 2 مره سالب تاو على 2، وبعد التعويض راح تطلع عندنا السي ان مثل هذا السؤال، او قبل هذا السؤال طلعت عندنا قد 1 على تاو مضروبه في اي اس دي 2 باي ان على 4 باي تربيع ان تربيع على تاو تربيع، الاربعه راح تروح الى الاربعه، راح تبقى بس 4 باي تربيع ان تربيع على تاو تربيع، التاو تربيع تصعد فوق راح تصير بالبسط، واكو تاو عندنا بالمقام، وراح يختصر وحدة يلق راح تبقى بس تاو عندنا. الـ E أس جي 2 باي N هاي بس كوساين، إذا نخليها ساين، الـ E هي شلون؟ اللي هي ساين وكوساين. بس ساين تصير قيمتها صفر. ليش؟ لأن قيمة التردد عندنا 2 باي. بس هاي الكوساين من جتي؟ هو جاي يشرح الكوساين. الـ E قلنا E أس سالب جي 2 باي N هي شنو راح تصير؟ راح تصير كوساين 2 باي ان ناقص جي ساين
2 باي ان. اذا نعوضها كساين راح يصير الحل مالتها صفر، فلهذا ما نعوضها ساين، لان لما نخليها ساين راح تصير قيمتها صفر فتروح، لما نخليها كوساين راح تصير دائما واحد، لهذا الكوساين راح تروح همينه. السي ان كوساين 2 باي ان، شنو المتغير بها؟ الان الان هي قيمتها تصير لو واحد لو اثنين لو ثلاثة لو اربعة وهيج، صح لو لا؟ لا لا مو ساين، ما يخدمني، هي كوساين وساين، كوساين زائد ساين، تمام؟ الاي هي ساين وكوساين، هاي كوساين زائد واضحة جي مو؟ زائد كوساين. اي كوساين زائد جي ساين، تمام. هاي هاي ساين 2 باي صفر، صح ولا لا؟ صح. اي وكوساين 2 باي هو واحد، فلهذا نقدر نقول كوساين 2 باي بتساوي واحد، فراح يروح الاي كله، اذا او ساين او كوساين راح يطلع لنا بالاخير الحل واحد، فيبقى بالاخير تاو على باي تربيع ان تربيع اللي هو هذا. هسه هنا نعوض مره الان واحد، مره الان اثنين، مره الان ثلاثه، مره الان اربعه، ومره الان خمسه، ونطلع قيم السيان. وانا ما نطلع قيم السيان نقدر نرسم هذا الرسم. الرسم مو واضح، بس هو الرسم يعني مو بس مهم، اهم خطاب شيء دقيقة، هو مو القانون لازم بيه على اثنين؟ يلا تاخذ كوساين، وانا غلطانة يعني. شلون؟ يعني هو مو لازم اكسبونينشال زائد اكسبونينشال على اثنين؟ القانون مال تحويل الاكسبونينشال الى كوساين؟ لا 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 لا، هاي تختلف، هاي تختلف، هاي تختلف. راح اسهلكم هاي. الاي جي جي اي اس سالب جي اوميجا ان شو تساوي؟ تساوي كوساين اوميجا ان ناقص جي، لان الاشاره مال اس سالب، ساين واضحة فقار، هاي اوميجا ان. الاوميجا الان قيمتها 2 باي، الان قيمتها لو واحد لو اثنين، فلهذا ما تاثر، فلهذا الناتج يطلع هنا واحد وهنا صفر، فيطلع القيمه مال الاي واحد. قول شنو باي بارت؟ ايه اليو دي بي. ايه قول. شنو مشتق 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 منا الايه؟ مش مقام هو الناتج تكامل، تكامل تكامل الايه، صحيح. كامل صحيح. هسه كمل هاي، هنا نقول لما الان صفر، لما الان صفر السيارة راح تطلع انفينيتي، لهذا الان ما تساوي صفر. المهم زين زين، بس فقار يعني بهالحالة طيرتها أصلا من الكوساين من السي ان. كل الحالات من راح تعوض مثلا ان واحد ان اثنين راح ترجعها ايه كوساين ولا هسه اذا نعوض الان واحد كوساين 2 باي هو لقيت واحد، اذا نعوض الان اثنين كوساين 2 باي في اثنين همين واحد، اذا نعوض ثلاثه همين واحد، اذا نعوض اربعه همين واحد، كل القيم اللي نعوضها بالان راح يطلع الكوساين واحد. اي اعرف، انا اقصد يعني ابقيها السي ان موجودة بها الكوساين.
مو انت كاتب هنا انا اذا السي ان تساوي بدون الكوساين. ها هاي الكوساين تساوي 2 باي، الكوساين عفوا قلت يساوي 1، اذا هذا نهملها. واضحة؟ واضحة يعني فقرية ما لها داعي، يعني احنا من نجي نعوض راح تطلع واحد بقية ناتجها واحد. صحيح. هسه الرسم نخلي القيم هاي على الرسم. القيم شلون راح تصير؟ راح نخلي القيم مال التردد مضروب بالان. هذا التردد الاول، هذا التردد الاول، التردد الاول وينه؟ احنا قلنا تي تساوي تاو، التردد يساوي واحد على تاو، يعني يساوي واحد على واحد على تي العفو، يعني يساوي واحد على تاو. فهذا التردد الأول اللي نخليه بالرسم واحد على تاو، التردد الثاني اثنين على تاو، التردد الثالث ثلاثة على تاو، التردد الرابع أربعة على تاو، التردد الخامس خمسة على تاو. نخلي القيم اللي طلعناها هذا السؤال شو الأولى. الفقر؟ السؤال الثاني، الأولى إذا ترد، إذا الـ N1 الـ CN تاو على باي تربيع، هاي تاو على باي تربيع. إذا الـ N2 الـ CN تاو على 4 باي تربيع، والثلاثة والأربعة والخمسة ونرسمهم وحدة للأخ. هو شيء يريد الباور مال فيفت ثري هارمونيك، يعني الـ2 في الـ CN تربيع الأولى، واثنين في سي ان تربيع الثانية، واثنين في سي ان تربيع الثالثة. طلع عندنا 0.022 تاو تربيع. نسوي على القانون مال الريشيو اللي هو الباور مال هارمونيك ثلاثة على الباور توتال، راح تطلع لنا الريشيو مالتهم. طلعت 6%. هنا أنا هاي طلعت 6%، لأن أغلب الباور راح تكون بالصفر. أوكي؟ بكره تقدر تعيدها هذه؟ والله ما أقدر أعيد لأن هو شوية مطول. إذا اكو أخذ تسجيل، تسجيله اكو بتسجيل تسجيل. إذا تريد. تمام. هسا السؤال الثامن، السؤال الثامن يقول there two sides، مطلنا الاف تي 10 اي والسالب مطلق تاو فولت، ومطلنا المقاومه 50 اوم. اريد من يمنا نحسب التوتال انرجي، واريد من يمنا نحسب الانرجي من الصفر للواحد راد. هذا السؤال الثامن. طبعا هو ما طالب الريشيو، بس انا طلعت له الريشيو. او لا عفوا، طالب الراتيو، طالبها. المهم هسه اول مطلب عندنا التوتال انرجي. توتال انرجي شلون راح نحسبها؟ الاي توتال تساوي تكامل من سالب انفينيتي الى انفينيتي اف تي تربيع دي تي. الاف تي قد عندنا 10 اي والسالب 10 اي والسالب مطلق تاو مطلق تي. ما طول هي مطلق تي، نقدر نقول نضربها في 2 ونخلي التكامل من صفر الى انفينيتي. بس فقار هو ما طالب الراشيو، هو طالب بس انه الناتج مالتها مال الافرج تقسمه على 100، بس هيجي قصدي تضربه في 100%، ما طالب راشيو. لا لا، طالب ريشيو. لا 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 ما طالب فقار، اني سويت بعد، انا اقرا سويت هنا. المطلب. هو اني مو اني همات، مو انت البارحة قلت هيجي، أنا لما صحيح جيت صحيح. طلعته وضربته طلع نفس الناتج. لا مو المشكلة، الناتج اللي راح يطلع 81.83، ثواني، الناتج اللي راح يطلع 81.83 لازم نقسمه على 50، ها؟ لأنك مقاومة هنا. لو لما نسوي اي له صحيح، ريشيو،
راح يطلع لنا نفس الناتج، انا هم يطلع نفس الناتج 81.83 بالضبط. زين أبغى هاي السين والكوسين السيكا والتان شنو ذا اللي مستعملها بس بنفس ثواني السؤال؟ ثواني ثواني، بس اشرحها بعد ما وصلت لها. هسه اول شيء خلينا نشرح الاي توتال. الاي توتال قلنا هذه المشاركة شوية تركوا خطأ وطلعت من الملف. والله هو الأحسن هيك، بس يكون واحد يعني يبقى 100 دائما. إذا أنت تقدر تبقى يعني بال100 دائما، أخليك أنت تسوي ال100 وأنا أشرح. ابن ما رجع إن شاء الله. هسا المهم عندنا الإي توتال. الإي توتال تكامل مثال إنفينيتي لإنفينيتي. إذا نقدر نسويها من صفر إلى انفينيتي لأن التي بيها مطلق، بس نضرب فيه 2 طبعا. ولما نحل التكامل ونخلص راح يطلع لنا زين الحل. وإذا ما بيها مطلق ما نقدر نسوي في اثنين؟ ما نقدر لأن هنا أنا الـ E مو even odd تعتبر. أوكي اي فقارة اخذت قصدك نص الفترة اوكي هي، لأنه المطلق يا أما سالبي يا أما موجب، فأخذت الموجب فضربته في 2 مو؟ صحيح. هسه عندنا وينها هاي الاف تي، اذا اريد نحولها الى فريكونسي دومين، اكو قاعده ثابته اللي هو السالب اي مطلق تاو مطلق تي راح يطلع 2 على اي على اي تربيع زائد اوميجا تربيع، لان هو مضروب ب 10 راح يصير 20 على 1 زائد اوميجا تربيع. بس ثواني هسه جاي. عندنا الاف الفوريا ترانسفورمر مال اي اس سالب اي مطلق عفوا الفوريا ترانسفورمر مال 10 اي اس سالب مطلق تي هيطلع 20 على 1 زائد اوميجا تربيع، الاي يساوي 1. هسه راح نطلع الاي مال الفتره اللي معطيني اياها بالسؤال مال الراند 0 الى 1 راد. نخلي القانون مال التكامل مال فريكونسي دومين، وراح نخلي الفترة بس من صفر لواحد ونشتغل عليها. هنا أنا ضربتها في 2، ليش ضربناها في 2؟ لأن هو صح رادها من صفر لواحد، بس هو شنو بالسؤال ايش كاتب؟ بالسؤال كاتب تو سايد، ما طول تو سايد يعني اكو سايد موجب واكو سايد سالب، فلهذا نضربها في 2. تكامل على 400 على 1 زائد اوميجا تربيع تربيع. التكامل مالتها ما نقدر نحله الا باستخدام القواعد مال الدوال المثلثيه. هنا انا فرضت انه الاوميجا تساوي تان الزاويه، دي اوميجا تساوي سيجا تربيع الزاويه، 1 زائد اوميجا تربيع يساوي سيجا تربيع الزاويه. نعوض هنا أنا. راح يصير سيجا تربيع على سيجا أس 4 الزاوية، لما نختصرهن راح تبقى بس 1 على سيجا تربيع. 1 على سيجا تربيع هي نفس الكوساين تربيع. الكوساين تربيع نقدر نحولها إلى 1 على 2 زائد 1 على 2 كوساين ضعف الزاوية. ولما نكامل ال 1 على 2 زائد 1 على 2 كوساين ضعف الزاوية راح يطلع لنا زاوية زائد نصف ساين الزاوية. احنا عندنا الساين ضعف الزاوية، واحنا لازم نطلع بس زاوية واحدة. يعني هذا ايش نستخدم؟ الساين شو تساوي؟ ساين
ساين ضعف الزاوية يساوي اثنين ساين الزاوية كوساين الزاوية. هاي واحد على اثنين، تنضرب في اثنين راح تروح، راح تبقى بس ساين الزاوية. خوب ليش فتحت فقار؟ فقار لأن ضعف يعني ما زاوية، يصير تبقية ضعف زاوية ما نقدر نبقي. إعادة إيه تغير. عوض، بس إذا لما لازم نقدر تغير، إذا ضعف بس زاوية ما لازم نقدر. تغير حدود التكامل بالحالة إذا شو اسمه تبقية، ما إذا نريد نبقي اللي هاي هي صار زاوية من صفر إلى باي على تصير أربعة. من صفر إلى باي على أربعة. إيه إي عادي كيفكم طريقة تستخدم ثانية، هاي الطريقة أو هاي. ماكو مشكلة. إيه نعم كم. المهم هنا أنا استخدمت هاي الطريقة لأن أسهل بالنسبة لي يعني. عندنا ونفس الهوم وورك. اي الاوميجا على الاوميجا ساوية زائد ليش واحد تغيرون حدود ناحية التكامل؟ الجذر. عادي تبقى نفسها يمكن، لأن هو طالبها بالسؤال. اي عادي عادي لا أقصد مصطفى، ليش تريد اوميجا تغير حدود التكامل؟ لان يريد يبقي هذا يعني بدل ما يحول. اوكي اوكي هسه وين وصلنا؟ وصلنا لحد ما عوض بدل 2 ساين كوساين زاوية وساين زاوية العفو. عندنا شنو؟ عندنا الأوميجا على الأوميجا تربيع زائد واحد تحت الجذر هاي ساين، والواحد على جذر تحت الجذر أوميجا تربيع زائد واحد هاي كوساين. نضرب ونسويها هاي راح تطلع على اثنين راح يطلع لنا واحد على اثنين ساين ضعف الزاوية. وعندنا الزاوية، الزاوية صح تساوي راح تساوي تان انفيرس الأوميجا. وراح نعوض مرة صفر مرة واحد راح يطلع بالأخير الناتج 50 في باي زائد 2 على باي، والناتج مالته هو 81.83 فولت تربيع على ار. هاي الفولت تربيع على ار لازم نقسم على ار، الار هي 50 معطيناها بالسؤال، طلع لنا 1.6366. هاي ال 1.6366 نقسمها على الراتيو راح يطلع لنا 0.8183. اذا نريد نسويها بالمية راح يصير 81.83% بالغلط طلعت. عايز متعمد. هسه السؤال العاشر، وصلنا السؤال العاشر. هاي اف تي راح تدخل على جين، الجين مقدار واحد لو بتروح للسوميشن نو. هاي الاف تي راح تتشفد بمقدار تي، تدخل على جين اثنين لو بتروح للسوميشن. قبل ما تدخل على جين اثنين راح تروح على تتشفد بمقدار تي وتدخل على جين واحد وتدخل للسوميشن. شي يريد؟ يريد ال H أوميجا مطلق. أول شغلة نفرض إنه الـ FT هي دلتا تي. هاي FT تدخل هنا على جين راح تبقى نفسه، تروح للسوميشن نخليها بس تدخل على قلنا تشفيت بمقدار تي، فلهذا نقول دلتا تي ناقص تي ناقص تي كابتر. تدخل على جين اثنين نضربها في اثنين، تروح للسوميشن نكتبها. تدخل على قبل ما تدخل للجين اثنين تدخل على تشفيت بمقدار تي، نقول دلتا تي ناقص اثنين تي لان يعني دخلت على اثنين تشفيت. لو بتدخل على جين واحد فلهذا هي راح تبقى نفسها، تدخل على السمويشن نخليها هنا. هسه هذني كلهن راح يساوون الاتش تي وراح يساوون الجي تي. هو شو يريد؟ يريد الاتش تي بس شنو بالفوريير ترانسفورمر، فلهذا نحولها بالفوريير. فوريير ترانسفورمر مال الدلتا تي هو واحد، والفوريير ترانسفورمر مال الدلتا تي ناقص تي نوت هو اي اس جي اوميجا تي نوت. هنا عندنا تشفيت مقدار تي ومقدار مرة اثنين تي، فلهذا ايش راح يصير؟ الاولى دلتا تي راح تنزل واحد، الاولى اثنين دلتا تي ومتشفته راح تصير اثنين اي اس جي اوميجا تي. الثالثة هم متشفتة بس بمقدار 2 تي وراح تصير اي اس
سالب 2 جي اوميجا تي. هنا اذا نشوفها هاي عقار يعني هاي يعني ثابتة مو؟ ثابتة فورير مالته سالب جي كم؟ اي ثابتة ثابتة موجودة بالقواعد مال الفوريير. الاي اس 2 جي اوميجا تي هاي كانما هي تربيع، كانما اي اس سالب جي اوميجا تي تربيع وهاي واحد تربيع، الاول في الثاني في اثنين، هاي اثنين اي اس سالب جي اوميجا تي، كانما هاي شنو هاي مربع حدانية، الحد الاول مالتها واحد والحد الثاني مالتها اي اس جي اوميجا تي، هاي كلها تربيع. هاي طلعنا هنا طلعنا الاتش اوميجا، نقدر نتخلص من الاي، شلون نتخلص منها؟ نحولها كوساين ساين، نحصل كوساين الاوميجا تي ناقص جي ساين الاوميجا تي، هاي شنو هاي؟ هاي اتش اوميجا، احنا نريد نحولها الى امبليوتد بدون عدد خيالي، فش نسوي؟ نقول الحقيقي تربيع ناقص زائد الخيالي تربيع، الحقيقي هو شنو؟ واحد زائد كوساين اوميجا تي ربعه واحده زائد الساين تربيع واحدة، واحد زائد كوساين الأوميجا تي تربيع، شو راح يصير؟ راح يصير واحد زائد اثنين كوساين الأوميجا تي زائد كوساين التربيع الأوميجا تي زائد ساين تربيع الأوميجا تي، الساين ويا الكوساين راح يصير واحد، راح يصير واحد زائد واحد يصير اثنين، وهاي الاثنين كوساين الأوميجا تي راح تنزل. هنا أنا ايش كتبت؟ واحد على اثنين زائد 1 على 2 كوساين الاكس يساوي كوساين الاكس على 2، طبعا هاي كوساين تربيع، كوساين تربيع الاكس على 2، اذا نضربها في 4 ايش راح يصير؟ راح يصير 2 زائد 2 كوساين الاكس يساوي 4 كوساين الاكس على 2، هاي هم تربيع هنا، فايش راح يصير الناتج؟ راح يصير 4 كوساين تربيع الاوميجا تي على 2، نفس الناتج. ها قول احمد، هاي واحد زائد اثنين اي جي اوميجا تي زائد اي سالب اثنين جي اوميجا تي، حولناها مربع حدانية، أها مربع كامل مربع حدانية أهو. هسه هاي كل شيء واضح بهذا السؤال مو؟ سؤال مهم لأن بس هنا أنا غلطت بالتربيع، ناسي الكوساين التربيع. بس ثواني هسه جاي. خلينا نكمل هسه السؤال 12، السؤال 12 يعني فقار هو رايت كان مطلع السؤال بس ال اتش اوف تي اي بس ال h، اذا تريد هسه نقرا السؤال يقول determine the magnitude the magnitude مال هاي السيستم frequency transform function، ما طول قال frequency transform يعني ريدبل بالفريكونسي بالاوميجا او بالا كيفنا of the transparent فلتر ومطينا الشكل. هسه السؤال 12 يقول in the system shown below let 1 اوميجا يساوي 10 اي والسالب جي 2 اوميجا وال اس 2 اوميجا تساوي اي والسالب جي 2 اوميجا. هنا انا اكو غلط بالسؤال، لما حال دكتور طارق محمد معوض انه هاي ال اتش 2 معوضها اي اس موجب جي 2 اوميجا وطالع نفس الناتج هنا، انا حليتها على نفس السؤال، حليتها انه هي اي اس سالب جي 2 اوميجا، فلهذا ما طلع الناتج نفسه بالضبط. نروح للحل،
الحال عندنا اتش اوميجا الاولى وعندنا اتش اوميجا الثانيه، هي سلام. فيدباك. سؤال جواب الدكتور طارق محمد يعني شرح الفيديو. شلون؟ لا لا لا، ما شرح الفيديو، لعد شرح الملف بي دي اف. ملف بي دي اف، اه بحسب تمام. ملف بي دي اف، واكو يعني تغيير بالسؤال، يعني مناقل الاتش 2 هي موجب، مناقل العفو الصالب، تمام ناقل الاس تمام موجب. تمام اها، بس لما نقلها موجب طلع الحل نفس هذا، انا ما طلع الحل نفس هذا، طلع بس الفرق اكو بال10 وال11 وال30 وال11، تمام فرق تمام بسيط بس هو نفس الفكرة. هسه عندنا اتش اوميجا الأولى واتش اوميجا الثانية، هي فيدباك. وطبعا هنا هم اكو غلط بالسؤال هم المرة الثانية، هنا انا ما محدد هاي الإشارة هنا شنو، هاي الإشارة مالتها سالب. إذا إشارتها سالب نخلي موجب عكس الإشارة اللي نعطيها بالسؤال. فشو نقول؟ H1 اوميجا يعني على بالرسم 1 بعدك زائد سالب؟ H1 اوميجا H2 اوميجا. اي لا، اكو بالرسم هنا لازم سالب، من السالب تعرف انه هاي نيجاتيف فيدباك لو بوزيتيف فيدباك. اوكي؟ اوكي. هاي نكمل. ولا ما نعوض، طلع ان الاي اي السالب جي 2 اوميجا على 1 زائد اي السالب جي 4 اوميجا. ضربت في اي طلع لنا بالاخير الاتش ايكوال يساوي 1 على اي اوس جي 2 اوميجا زائد اي اوس سالب جي 2 اوميجا. احنا مباشرة اكو هي قاعدة نقدر نستخدمها، انه اذا اكو اثنين اكسبونشن اثنين اي، اثنين اي اس وحده اس اي سالب جي، وحده اي اس موجب جي، دائما الحل مالته راح يطلع اثنين كوساين. او شو نقول؟ نقول الاي اس موجب اثنين اوميجا هي كوساين 2 اوميجا زائد جي ساين 2 اوميجا، والسالب هي كوساين 2 اوميجا ناقص سالب سالب جي ساين اوميجا. شلون؟ شلون؟ قول. شنو نسيت من على؟ هو لا بابا. هو واحد على اثنين كوسر احسن. ها؟ لأن هاي اثنين اي، ليش واحد؟ اي نفس الحل أحمد، يعني إذا تقسم على اثنين وتضرب في اثنين فراح عمي راح يطلع هيك، تسمع هو عم يطلع هيك. مو بس بقى انتبه 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 انتبه، الاتش 2 اوميجا فوق، العفو اس السالب اي اس سالب جي 2 اوميجا فوق، الجو شنو؟ اي اس سالب جي 4 اوميجا، فما نقدر نختصرها، يعني ما نقدر نضرب مثلا باي اس ايه. صحيح بس ما صحيح، عندك مقام اثنين لازم توفره. هي لا مشكلة، لا مشكلة، لا تفترض انه هي نفس تقريبا تشبه الكوساين او تقريبا تشبه الساين، بل هذا كيفك يعني، اما انه تحفظها انه الاي اس موجب جي 2 اوميجا زائد اي اس سالب جي 2 اوميجا، ها هاي دائما تطلع كوساين العفو اثنين كوساين، او ما تحفظها بكيفك. واكو شغله ثانيه، اذا الاشاره بيناتها سالب
راح تطلع ثاني. اها راح تطلع 2 ثاني. يا بقارق لك شغله هنا أنا. قول هي الاكسبونينشال الوحده اصل الكوساين والساين اي يعني هيك بان بيتكلموا عنها. الوحده صارت كوساين ساين، بس لان الاشارات تختلف، وحده موجب وحده سالب، وحده صارت موجب ساين وحده صارت سالب ساين، فراحت الساين ويا الساين. هسه الفوريير مال الترانسفورمر مال كوساين اوميجا تي مال اف تي، لان هو مطينا الاف تي شنو هو؟ كوساين. الفوريير ترانسفورمر مال كوساين هو باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائد دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. عندنا 2 كوساين، اول كوساين راح يصير باي دلتا اوميجا ناقص 10 باي، لان قيمه الاوميجا هي 10 باي مطينها، ونفسها بس الفرق زائد. نفس الشيء بالنسبه للكوساين الثانيه، هي 3 راح يصير 3 باي دلتا اوميجا ناقص 20 باي، والثانيه زائد 20 باي. الجي اوميجا يساوي اتش اوميجا في الاف اوميجا. الجي اوميجا اذا نضربها في الاتش اوميجا راح يطلع نفس الاتش اوميجا، العفو نفس الاف اوميجا، بس مقسوم على 2 كوساين 2 اوميجا. اذا نريد نحول الاتش تي نضربها باي اس سالب جي اوميجا تي ونسوي له تكامل. بس هنا أنا ملاحظة، ما طول عندنا دلتا التكامل راح يصير مباشر. راح نعوض مرة 10 باي، مرة سالب 10 باي، مرة سالب 20 باي، ومرة موجب 20 باي. ورا ما نعوض هذين الأربع مرات راح يطلع الناتج بالأخير 2 كوساين ال 10 باي تي على كوساين ال 20 باي، زائد 6 كوساين ال 20 باي تي على كوساين ال 40 باي. اكو قاعده، كوساين الاكس على كوساين الواي هي كوساين الاكس ناقص واي. فهذا ايش راح يصير الناتج؟ راح يصير الناتج 1 على 2 كوساين ال 10 باي، 10 باي ناقص 20 باي، هاي 10 باي تي هاي ناقص 20 باي تي. اذا ناخذ عامل مشترك 10 باي راح يصير 10 باي مضروبة بتي ناقص 2. نفس الشيء بالنسبة للثانية، بس الفرق هنا راح ناخذ عامل مشترك 20 باي، راح يصير 20 باي والعامل المشترك تي ناقص 2. الناتج نفس الناتج طلع عندنا بالموجود بالمنظمة، بس الفرق هناك 30 على 11 ب 10 على 11. وقلت لكم طلع الفرق هيك لان اكو غلط بالسؤال، مو يعني لان الحلقات. جواب ثلاثين باي، بس ثواني ثواني، هي زاوية واحدة ترى، 10 باي، 10 باي تي ناقص 20 باي بين قوسين. إذا ناخذ عامل مشترك 10 باي راح يصير 10 باي تي ناقص 2، وهاي. وقلت لك اكو قاعده مال كوساين، كوساين الاكس على كوساين الباي على كوساين الواي يساوي كوساين الاكس ناقص واي. فقار اني ما افتهمت شلون صار التكامل. التكامل خلينا نروح واحده واحده. هسه هاي مو هاي تعتبر اف اوميجا، ها لان بين اثنينات الاوميجا، وهاي تعتبر الدلتا. تكامل عدد مضروب بدلتا شلون راح يصير؟ نعوض مكانه بس قيمة الشيفتنج، قيمة الشيفتنج لان اكو اكثر من دلتا، فنعوض كم شيفتنج؟ كل شيفتات الاولى اي الاولى عكس اشارة الشيفتنج، طبعا هاي الاشارة مالتها سالب نعوض موجب، هاي موجب نعوض سالب. هاي بس هنا لك ملاحظة، هنا اكو 3 في دلتا، فلهذا نضرب الرقم الاخير في 3 بس. اوكي واضح واضح، تكامل سهل ما بي شيء.
لا أصلا وجود الديراك كل شيء سهل التكامل. كلش سهل، هو لهذا التكامل مع هذا السؤال كلش سهل. هسه راح اروح على التشابتر الثالث، وبالنسبة لهذا السؤال مالتكم وينها؟ الـ E أس سالب أي تي، قلت لكم هاي التكامل مالتها، العفو الفورير ترانسفورمر مالتها ثابت، وعندنا بعد الكوساين هم التكامل مالتها ثابت، والدلتا تي التكامل مالتها هم ثابت. هنروح للشابتر الثالث. اكو سؤال على الشابتر الثاني هسه؟